ملف الاحتجاجات الإيرانية، حيث أعلنت منظمة هانغا والكردية لحقوق الإنسان عن مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في 6 مدن بغرب إيران. وفي وقت سابق من اليوم أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201، من بينهم 28 طفلا على الأقل بحسب جمعية حماية حقوق الطفل الإيرانية. ووسط كل هذه الأرقام جدد المرشد الإيراني علي خامنئي اتهامه لما وصفهم بأعداء إيران بالتورط فيما وصفه كذلك بأعمال الشغب، مطالبا بإحالة المتورطين إلى القضاء. في الأثناء قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن العنف في إيران يجب أن يتوقف، مضيفة أنه حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين لأن هذا العنف المروع لا يمكن أن يستمر على حد قولها. نتابع مباشرة من دبي معنا صالح حميد الباحث في الشأن الإيراني. أستاذ صالح أهلا بك معنا في أخبار الساعة. قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار اليوم لتفريق المحتجين في أصفهان وكرج وكذلك في سقز مسقط رأس مهسا أميني، هل بدأت الأمور تخرج عن السيطرة؟ نعم، يعني في الحقيقة وأنا أحدثك الآن هناك أنباء عن كر وفر في عدد من أحياء طهران العاصمة. نستطيع أن نقول أن هذه الليلة هي الأشد، يعني الأكثر خروجا للجماهير في طهران، وكأنهم يردون اليوم على خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي الذي هددهم بالمواجهة الأمنية من جديد. ونشهد على ذكر خطاب خامنئي المتلفز مرة أخرى، هو يتهم أعداء إيران بتأجيج ما وصفه بأعمال الشغب، هو يرى ما يحدث في إيران منذ أكثر من 4 أسابيع على أنه أحداث شغب ويتهم أعداء إيران بتأجيجها، كيف تقرأ كلام خامنئي؟ صحيح، دائما يعني كان خامنئي يفسر هذه الأمور والاحتجاجات ضده وهتاف الناس بأنه مؤامرة خارجية، ويريد أن يعيش هذا الوهم ويستمر فيه ويعتبر هذه مجرد تحركات بيعاز من الخارج، لكن الواقع هو أن الناس تخرج في كل المدن في كل بمختلف الشرائح، الحراك يمتد يعني أفقيا على مستوى كافة المحافظات والمدن وعموديا بالنسبة لخروج فئات جديدة من المجتمع الإيراني. كان الحراك في البداية يقتصر على الشباب والنساء والطلاب، اليوم لليوم الثالث على التوالي كان هناك إضرابات عمالية في قطاع النفط، أهم قطاع وهو شريان الاقتصادي بالنسبة لإيران، أي النفط والغاز. طيب، الآن هناك مدن كبرى مثل دائرة الاحتجاج تتسع. نعم، لكن أستاذ صالح حميد، كذلك خارجيا هناك حراك دولي كذلك متضامن مع المتظاهرين في إيران وحراك سياسي كذلك. اليوم الاتحاد الأوروبي أعلن عن إجراءات لمعاقبة المسؤولين عن القمع في إيران، برأيك ما الأثر المتوقع لهذه العقوبات الأوروبية المرتقبة؟ صحيح، يعني هذه المرة الأولى التي تحدث المظاهرات هذا الكم الهائل من التأثير على الساحة الدولية، والكم الهائل أيضا من التعاطف بالنسبة للمشاهير، مشاهير الكرة أو الفنانين أو غيرهم، ما دفع بالواقع بالجهات الأوروبية أن تتخذ هكذا مواقف. هذا بالطبع له تأثير نفسي كبير، له تأثير سياسي، المتظاهرون لا يتوقعون من المجتمع الدولي أن يدعمهم بشكل مباشر، لكن ما يتوقعونه هو أن لا يتعاملوا مع النظام، أن لا يعطوه المليارات، أن لا يذهبوا بالتفاوض معه. نعم. وأن لا يضعوا ملف حقوق الإنسان والانتهاكات والقتل مرة أخرى ضحية المفاوضات والمساومات السياسية والاقتصادية بين هذا النظام. نعم. الذي يستخدم هذه الموارد لقمع الشعب ولقتله، بالتأكيد ستكون. نعم. لها تأثير أكبر في الأيام المقبلة، خاصة وأننا نشهد توسعا في الحراك، توحد في المطالب، وهناك تنظيم أكثر الآن.
نستطيع أن نقول أن هذه الليلة هي كانت الأشد منذ انطلاق الاحتجاجات وهي في يومها 24 اليوم. شكرا جزيلا لك صالح حميد البحث في الشأن الإيراني، كنت معنا مباشرة من دبي. اتهام 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 ات